لما بنقول بيسان اسماعيل بنتذكر الثنائي أنس وبيسان والعلاقة القوية اللي كانت تجمعهم ببعض، وهالعلاقة شفناها من خلال الفيديوهات اللي بيشاركوها مع بعض على السوشيال ميديا وتصريحاتهم عن بعض. فما كان الجمهور وخاصة محبينهم مع بعض يتوقعوا أنه حيجي يوم ويفترق أنس وبيسان، خاصة من بعد ما انتشرت إشاعات كثيرة على أنه أنس رح يخطب بيسان ورح يعلنوا عن خطوبتهم قريبا جدا. ولكن ومع الأسف انتهت علاقتهم، وأثبت الثنائي هالشي بعمل أنفولو لبعض على إنستغرام وحذف كل الصور والفيديوهات اللي تجمعهم ببعض. لو جاي في رجوع ثاني شوف لك موضوع تاني. ولكن الجمهور ضل ينتظر تصريح رسمي منهم بخصوص هذا الموضوع. فكانت مقابلة بيسان اسماعيل مع الإعلامية كارول ضمن برنامجها على يوتيوب Get Real with Carol الفرصة الوحيدة للجمهور لطرح هذا السؤال على بيسان ومعرفة سبب الانفصال. فنزلت الحلقة مبارحة، وفعلا طرحت كارول هالسؤال على بيسان كونه كان أكثر سؤال مكرر من طرف المتابعين، وجواب بيسان كان جدا بسيط ومن دون جرح للعشرة اللي كانت بينهم. فصرحت بيسان أنها عاشت أحلى لحظات مع أنس، وكان من المفترض أنهم يتجوزوا ولكن ما كان في نصيب وشاءت الأقدار أنهم يفترقوا. ولكن التعليق اللي أزعج أنس من كل هالمقابلة كان تصريح بيسان أنها تبحث في فارس أحلامها شخص مضحي ويضحي عشان حبها. فعلق أنس على هذا التصريح من خلال ستوري على إنستغرام بي لما تخلص عندكم كل أساليب التضحية وفي الآخر يحكوا لك أنت غير مضحي، اهدأ وركز وقل له آخ. فهيك تأكد الجمهور أن علاقة بيسان وأنس انتهت من بعد ما تم تداول أخبار وإشاعات على أنها مجرد مقلب أو لفت للانتباه. فشو رأيكم بتصريحات أنس وبيسان؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات.